للوطن وللطفولة المسلوبة وللحب والحرية على أرض مسرح المدرج الروماني وسط العاصمة عمان، لتجد تفاعل الجمهور الأردني أمامها حاضرا بامتياز. الفنانة أميمة خليل كانت أولى الفنانات العربيات اللواتي شاركن في إحياء ليلة طربية وغنائية في مهرجان موسيقى البلد بدورته الثانية. يعني الدورة الثانية بتأكد نجاح المشروع وهذا الأهم. مشروع كبر، صار على الأرض، صار فيه فعاليات مختلفة، بدينا نهج يمكن نتمنى الكل يشاركنا فيه، دعم الفنانين الشباب. هذا إشي تحقق هلأ بالمرة الثانية. بالمرة الأولى يمكن في ناس ما آمنت في هالفكرة، لكن هلأ الدورة الثانية بتأكد إنه لازم تنجح هاي الفكرة ونجحت. لكن مجموعة هاي السنة مجموعة رائعة وجميلة ومضيفة للثقافة والفن العربي، أسماء مختلفة خصوصا الفنانين الشباب، أميمة الخليل وسعاد ماسي بدوا طريقهم من زمان وأنجزوا وحققوا، لكن الأجمل الشباب اللي بإصرارهم عم بيحققوا إشي أكبر. القائمون على أعمال الفعالية بيّنوا أهمية إقامة هكذا أمسيات غنائية لرفع الذوق العام لدى الجمهور الأردني. أول إشي لقيت إنه الإيفنت كتير حلوة، بتحرك مثلا الحركة الثقافية في البلد، بتجمع الناس، مثلا بتخلي الناس يعرفوا عن المطربين، عن الفن والثقافة الموجودة بالبلد اللي احنا مثلا أكثر الناس بتعرفها أو ما بتعرفها. بشكل عام أنا بحب هيك إيفنت، وبحب أنا فوتوغرافر مثلا بصور، فيعني إشي كتير حلو. أنا والله مهرجان البلد الموسيقي مهرجان حلو كثير ومرتب، والمريح فيه منظم كثير، يعني صراحة من النواحي الإدارية، من جماعة له إدارة الأثار ومن جماعة له إدارة المهرجان، فنظم المدرج بشكل مضبوط. وحفلة أميمة أحيت حفل وجمهور وسهرتنا معها سهرة حلوة كتير صراحة، بصوتها الحلو وموسيقها الحلوة، وثانيا أغانيها الهادفة. سهرة حلوة كتير الصيفية بمكان كمان حلو كتير أثري، بتوقع لازم يكون دائما أشياء كتير بالمدرج الروماني بوسط بلد عمان، وزي ما انت شايفين يعني جو رائع. يسعى مهرجان موسيقى البلد الذي يقام كل سنتين بدعم من وزارة السياحة والآثار إلى تسويق الأعمال الأردنية للعالم العربي، إلى جانب دعوة الشبان الموسيقيين العرب لعرض أعمالهم ولفتح قنوات الحوار معهم حول أساليب عملهم وحول التوجهات الموسيقية التي يعملون عليها بحسب القائمين على المهرجان. رائدة حمراء لبرنامج دنيا يا دنيا عمان.